السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هاد الوصفة هذه تاع اليوم أنا فايت لي طرحت وصفات لإزالة الشعر. هاد الوصفة تاع اليوم بغاوها بعض المتتبعين الأعزاء، بغاو وصفة أخرى باش يزولوا الزغب اللي عندهم في الوجه أو الزغب اللي عندهم في اليدين ديالهم. يعني هاد الوصفة هذه ما كتزولش الزغب ديال الرجل، يعني المناطق اللي فيها الزغب قاصح ما كتزولوش، لأنها وصفة تتزول غير الزغب ديال الوجه ولا الزغب اللي تيكون عندنا في اليدين ديالنا. هاد الوصفة كيفما كتشاهدوا غادي نحتاجوا فيها البودرة ديال الحمص. اللي ما عرفش الحمص هو هذا، يعني الحمص، بودرة تاع الحمص. ناخذ الحمص ونطحنوه باش نحصلوا على البودرة ديالو كيفما كتشاهدوا بحال هذه. وغادي خصنا البودرة ديال الخرقوم. يا ريت احبائي الاعزاء الى بغيتو تستعملوا هذه الوصفه هذه، تاخذوا الخرقوم عواد وطحنوه باش تحصلوا على البودرة ديالو. علاش؟ لان الخرقوم اللي تيكون مطحون تيكون فيه مواد صباغه، يعني تبقى اللون ديالو في البشره ديالنا. بزاف تاع النساء كيتخوفوا من استعمال الخرقوم، يعني الا خديتو الخرقوم عواد وطحنتو، هذاك الخرقوم اللي كطحنو ما كتكونش فيه مواد صباغه، يعني كيزول عي مع الماء والصابون. الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه سهله احبائي الاعزاء. ناخذ معلقه كبيره ديال الخرقوم بحال هذا الشكل، وناخذ معلقه ديال الحمص مطحون ونخلطوهم بواحد شويه ديال الماء دافي. نخليو الخليط بحال الشكل ديال الحنه اللي كنستعملوا في الشعر ديالنا، ما يكونش الخليط قاصح وما يكونش جاري بزاف. نخليوه بحال الشكل ديال الحنه اللي كنديروا للشعر ديالنا، ومن بعد احبائي الاعزاء ندهنوه المناطق ديال اليدين ولا ديال الوجه اللي فيهم تركزوا على المنطقه بزاف اللي نايض فيها الشعر، ونخليو احبائي الاعزاء حتى تينشف على خاطرو. يعني ديروا السيده وتمشي تشقى الشقه ديالها طبيعي وتخليه حتى تينشف، ومن بعد احبائي الاعزاء تفركوا غير بسبعانها ديك الخليط، تفركوا بشكل دائري بسبعانها، يعني بدا تفركي شويه بشويه حتى يزول هذاك الخليط. ومن بعد تشد واحد القطعه ديال الثوب وتفزقها بالماء وتمسح هذاك الخليط كامل. هاد الطريقه هذه كتكرر ثلاثه المرات حتى لجوج المرات في الاسبوع. النتيجه ديالها كتبان في الاسبوع الثاني، يعني اذا استعملتوها ثلاثه المرات في الاسبوع، الاسبوع الثاني تستعملوها المره الاخرى غادي يبان لكم النتيجه بنفسكم. ما غاديش تحتاجوا انكم تاكدوا ولا تسولوا عليها، لانها وصفه فعاله 100% ومجربه. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء، اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يخلي السؤال ديالو في الكومونتير نجاوب عليه باذن الله. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وانكم تنضموا لي القناه باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.